هكذا تتأقلم الجراح مع عنفوان الألم وهي تحلم بأن تستبدل الألم بأمل، يضع حدا لمسلسل معاناة تأبى حلقته الأخيرة أن تحين، تلك الحلقة المفقودة بين دهاليز أروقة المعنيين، آملين أن تكون نافذتنا أفضل الأوساط الناقلة لمعاناتهم المستديمة هذه. هذا ابني عمره 11 سنة وشوفون لا يدين ولا رجلين، فامتى ابني ويراد لعملية خارج العراق، وحالي والله ما يساعدني، والله لو يساعدني لا روح بي، ما عندي، وعندي 10 من العيلة، وهذا يدين لا يدين ولا رجلين وحتى لسانه مزوق. عندي ابني الاخر هذا بيه تكسر بالدم، ويعني ويراد لخارج العراق وما عندي. أصوات الأنين والنقص التي تعج بها مخيلته الندية بالطفولة استنطقت ما بداخله ليبوح بمعاناة مشتركة بينه وبين والده، لتنطلق المناشدات إلى أرباب الرحمة في مساعدتهم. والله ما عنده ربع، أنت سوى هذا عملية ما عنده فلوس، عشاء ما عنده سوي، بعد بيته ما عنده فلوس، أنت سوى جده ما عنده فلوس. والله ما عندي فلوس. ناشد سيد مقتدى الله ينصره والله يعافيه والله يخليه خيمة لنا، وناشد كل المسؤولين، وناشد سيد مقتدى، وناشد الحكومة أن ينظرون على حالي، وناشد شك واحد هو شريف أناشده. هكذا يمكن ترجمة واقع مرير يحتاج إلى يد بيضاء تعيد إلى حياتهم ألوان الطفولة التي خطفها عز نشأ معهم منذ أن أبصروا النور. جميل الغزالي، قناة الرشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.